السلام عليكم. وقصتنا غادي تبدا بفرانك في ستوديا الصباح تيفي قديمه وخشيباني غادي يصدمكم. تيهبط لتحت يشرب قهيوته وكيتريلي شويه، كيوصلوا شيكات ديال التقاعد وكعيط للسيده اللي مكلفه ليه بالمعاشات ديالو سميتها ساره. كيهضروا بزاف في التليفون وتيقول لها بلي راه ما صيفطوش ليه المعاش ديالو عاوتاني، وهو في يدو وكيقطعوا، وهادشي كامل كيديروا غير باش يبقى شاد معاه السول. النهار الثاني حتى هو نفس البلان، غا هو هاد المره صارحها وقال لها بلي راه السيمانه الجايه غيمشي لشي مدينه فين كاينه هي، وجاوبته ملي تدوز صونيليا تشوفو. واحد الليله سبحان الله عاد تضربتو الفيقه مع جويه 3:30، نزل يقضي شي شغل في الطواليط وخرجوا من موراه شي قتاله ما كيديروش الحس والو، الدبانه ما كتزنزنش. دخلوا عليه وما لقاوش حيت هو خبره اكثر منهم، جا ليهم من اللور كلخ الاول والثاني، واحد ضربو بالبره اللي كانت عنده وطاح ميت. وسمع في الراديو اللاسلكي بلي راه مازالين اخرين برا كيتسناو، غياخذ هادو اللي ماتوا السلاح وجبد منه القرطاس ودارهم في واحد المقله يسخنوا شويه، وهبط لتحت وكان مخبي في الارض شي خزنه اللي وسط منها الباسبورات والسلاح. القرطاس سخن مزيان وبدا تيطير في الدار وتيبان بحال شي قتال لداخل، وخرجوا الاخرين من المخابئ ديالهم تيضربوا في دارو بالرشاشات ما حابسينش، ما كيهمهم لا عدو ولا حليف، وزادوها بقنبله ختموها بها. دخلوا لداخل وفرانك مازال حي، حتى حد ما عارف دارو حسن منه، صفاها الاخوان اللي دخلوا وخرج من دارو باش يختفي. ساره اللي كان كيدوي معاها في التليفون وصلت للدار ديالها وما شافتش فرانك، تعيط ليها وقال لها راه هو فرانك اللي تيهضروا في التليفون، وهنا غادي تخاف وغتبدا تشير عليه باي حاجه لقاتها قدامها، وما ثقتش فيه بلي راه هو فرانك. وديجا جبع لها حوايجها في واحد الباليزه وجمع لها الدار ديالها شطبها مزيان، وغيقول لها بلي راه شي ناس غاديين يقتلوك حيت صنطوا على الهضره ديالنا في التليفون، والطريقه باش كنهضر معاك راه عارفين بلي راه كتعجبيني، وغيقلبوا عليك حتى انت وغاديين يبغيو يقتلوك. وهذيك الساعه هو كيهضر غيحضروا في واحد الطوموبيل ما بغاش تمشي معاه، فقرر يخطفها وهي كتقول ليه عندنا واحد القاتل اللي محترف في واحد الدار ايكون تهضر مع شي حد في التليفون، وفي نفس الوقت يوجد العمليات القتل احترافيه، غادي يقتل هذا باش يبان غير بحال انتحر وصافي. وغيتلاقى واحد السيده دبليو سانثيا ركب معاها هي الرئيسه ديالو، عطاتو الملف ديال فرانك باش يكون هو الهدف ديالو الجاي من وكاله الاستخبارات المركزيه. فرانك ما بغاش يطلق ساره تمشي في حالها، وقال لها بلا راه هو من الاستخبارات وما تيقتوش، جا غير فاشل وصافي، وغادي خاصو يتلاقى شي حد ضروري. وسكوتشاها وكتفها في الناموسيه ديال لوطيل وتحرك عند واحد سميتو جو صاحبو في دار العجازه، وقال ليه بلا راه زارتو فرقه قتل وعطاه شي حاجه اللي ربما من خلالهم يتعرفوا على هويه هذوك اللي جاو يقتلوه. حل لانفلوب جو وكانوا الصبع ديال اللي ماتوا. جاو دار اتصال تم عرفهم بلي راه فرقة اغتيال مستقلة من جنوب افريقيا، وهاد الفرقة مشتبه بها في قتل واحد الصحفية سميتها ستيفاني، وما عرفوهاش بجوج شكون هي الصحفية، وما عرفوش لاش بغاو يقتلوا فرانك وهو اصلا راه غير متقاعد. سارة بقات تتخنخط في هذيك الناموسية وتحررات، والقاتل في الطيارة تيدير البحث ديالو وعرف بلي راه سارة دارت شي اتصال للطوارئ وجبد منين اتصلت بالضبط، وعيط لشي بوليسي باش يشد سارة اللي هو هذا اللي غيتكلف بالمهمة. وهي حست بشي حاجة ماشي هي هذيك وقالت له بلا راه نسات ساكها، ولكن هو غيجرها صحة باش يديها ودق ليها البرا. وهنا غادي يتدخل فرانك غيبو وغيركب معاه سارة في الطوموبيل ديال البوليس، وهي غيجيها الناس بسبب البرا، وغادخل فيهم واحد الطوموبيل في الكحل. وفرانك نزل واحد النزلة اللي أسطورية كدليل على أنه محترف، وكيشارجي السلاح بالزربة، واللي كان في الطوموبيل هو القاتل المأجور. هنا صارت تاكدت بلي راه فعلا فرانك كان في الاستخبارات. باش غادي نعرفوا فرانك بلي رانا غادي اكثر، هو انه غيبلغ البوليس بلي راه شي شرطي مضروب في البلاصه الفلان فلانيه، والمشتبه بهم عطاه المواصفات ديال القاتل. وصل القاتل وبانت لي الطوموبيل اللي كان فيها فرانك ديال البوليس واقفه، ونزل باش يقلب عليه وتصدم لان البوليس حضروا هذيك الساعه لانه هو المشتبه به وغادي يشدوه. اما جو مسكين دخل عليه شي واحد حتى هو باغي يصفيها ليه، ومشات الكاميرا بلا ما نعرفو شنو وقع واش مات ولا لا. فرانك وساره مشاو لواحد الحي صيني حيت فيه كانت ساكنه الصحفيه اللي ماتت. فرانك ما فاهمش، جيب السكوتش باش يخليو الام ديال الصحفيه تعاود ليهم شنو بغاو صحه، ولكن ساره قالت لي غير خليني نتكلف جلس وشوف. في الداخل الام تتقول له بلي البوليس قالوا بلي راه بنتها ماتت في حادثه سرقه، ولكن راه حتى حاجه ما تسرقات، وغتعطيهم صوره صيفطاتها بنتها نهار فاش ماتت،
وفيها شي ارقام حاولت تعيط فيهم الام، ولكن حتى حد ما عرف لاش لايقين هذوك الارقام. غير هو فرانك عرف هذوك الارقام لاش صالحين. تصنيف ديال شي كتاب، قلبوا عليه ولقاتو فعلا صارف واحد المكتبه ونبهرات من التفكير ديال فرانك. وغيلقاو مخبيه شي قائمه ديال السميات اللي ماتوا بحوادث مؤخرا، كل واحد وباش مات، ولكن الرجل واحد بقى حي اللي سميتو سينغر غابرييل، بيلوت ديال الطياره. وفرانك غيعيط لذاك صاحبو جو الشيباني، كان دار العجازه مرونه والبوليس، وهضرت مع واحد الفرمليه وسمع منها شي خبار ماشي تلهيه، بمعنى جو مات. في مقر المخابرات القاتل المأجور مشى عند سانتيا، قال لها بلي راه فرانك ماشي رجل عادي، خونا راه عنده تاريخ وهارب. وجاوبته سير الغرفه اللورانيه والامين السجلات غادي تلقى وغيحل ليك. ومشى عنده حل لي واحد الخزنه اللي في وسط منها ملفات ديال العملاء السريين، وجبد ليه ديال فرانك، وكان مضروب على كاع داكشي اللي مكتوب عليه. وامين السجلات قال ليه بلي راه فرانك هو ناضي في العمليات السريه ومن بين الافضل، طيح بتجار مخدرات وارهابيين وحتى الحكومات، وشي واحد لقبو بريد اللي هي السميه ديال الفيلم، اختصار المتقاعد بالغ الخطوره. فرانك وسارة مشاو لفلوريدا تيقلبوا على واحد سميتو مارفن، وعلى حسب ما كيقولوا الناس فراه مارفن مات في شي حريق عامين هادي، وهو متاكد بلي راه حي. قطعوا الواد باش يوصلوا للمكان اللي ساكن فيه مارفن، كيقلبوا بعينيهم وطار الجهه ديالهم وموجه ليه كروسبو، وكيسحب ليه بلي راه فرانك هنا غير باش يقتلو وغيدخلهم لدارو، اما هادي اللي اللور غتمويه. الدار ديالو بابا هو الطوموبيل، هبطوا لتحت ومارفن ما عندوش مع الاقمار الصناعيه والتليفونات والتلفازات والانترنت والرقاقات وحتى من طبيب ديال السنان، وبغى منه فرانك باش يعاونو في اللائحه اللي لقاو في المكتبه اللي خلات الصحفيه، وغادي يمشي يقلب ليهم. وفرانك يعاود لساره بلي راه مارفن كيعتقب اللي هو فار التجارب لشي مشروع ديال الحكومه اللي كيسيطروا فيه على العقول، وتبين من بعد كانوا كيعطيوه جرعات كل نهار ديال الهلوسه لمده 11 عام كامل، يعني بحال مصرفق شويه. لقى ليهم شي حاجه على غواتيمولا، كانوا فيه خمسه رجال من القائمه باستثناءهم هما. كانت شي قريه صغيره هاد غواتيمولا، كاع المدنيين اللي كانوا فيها ماتوا حيت طلبوا منهم باش ينظفوا القنت، واللي بقى حي من القائمه هو سينغر البيلور. ومارفن غادي يتحمس وبغى يجيب شي خنزير اللي هو هذا. سارة غادي تكون كتهضر في التليفون باش تعرف سينغر البيلوت فين كاين، وتيقول ليه بلا راه خاص نتخلصوا منها حيت غيتعرفوا على صوتها من التليبوتيك، وكيعاود ليه شنو ممكن يوقع. فرانك يجي غسيه تيخرف ما شاتش معاه مزيان، شويه غادي يشوف واحد الطياره وعقل على السيري ديالها. من بعد تحركوا باش يمشيو عند سينغر، ومارفن غيشنق على واحد المرأة خارجه في امان الله وهددها، وبغى يعرف منها عاد من هي خدامه، وحاول يقنع فرانك بلي راه هي وحده من العدو وراه كانت تابعانه وعندها كاميرا في ساكها، ووراه فرانك بلي راه ما كاين لا كاميرا لا والو. طلق المرأة سي مارفن تمشي في حالها. تلاقاو سينغر البيلوت وهددوه وقال لهم انا راه غير عطاوني مهمه نوصل شي واحد بالطياره في الليل اللي كان من الاستخبارات حتى هو اللي غيكونوا عارفوه مارفن وفرانك. ومارفن تخلع، شاف طيارة مرة أخرى الهليكوبتر وما تيقوش، وهما يتيروا منها وقتلوا البيلوت. كان على حق مارفن من الأول، وحتى من المرة اللي شك فيها كانت فعلا تابعاهم، والخنزير اللي مع مارفن فيه السلوحات ومرضاش حيت عيطات ليه المرأة بالشارف، وكملاتها ملي ضربات الجهة ديالهم بالصاروخ. وقبل لا تعمر الثاني خرج ليها مارفن، خذا واحد النفس عميق وضرب القرطاسة من السلاح ديالو، دخلت من وسط الصاروخ وتفجر في وجهها. وغادي يهربوا من المطار وقرروا باش يعرفوا لاش الاستخبارات تابعاهم، خاصهم يقصدوا واحد البلاصة اللي هي السفارة الروسية. غيدخل ليها فرانك بوحدو وغيتلاقى واحد اللي ما كيحملوش، الروسي اللي ما كيحملش فرانك، غير هو ما بغاش يقتلو حيت كان قتل ليه شي واحد. فرانك هو هنا باش يطلب منه الروسي مخطط مقر الاستخبارات، الكودات واي حاجه باش يخترقوهم. مورا هاد اللقاء قصدوا المقر ديال فيرجينيا، وغيدخل هو على اساس جنرال وساره على اساس عالمه فيزياء نوويه. وقفوا قدام الباب ديال الخزنه اللي فيه اسماء العملاء السريين، هذا ما عطاهمش الروسي الكود ديالو، اذا فرانك غادي يفرع حدا القفل وحل الباب بسهوله. دخل وكان خونا امين السجلات وتعرف عليه، معاه هو عزيز علي غيعطي داكشي اللي بغى على ملف غواتيمولا، وزادوا بلي راه القاتل راه جقرا الملف ديالك اللي تا هو من الاستخبارات وسميتو كوبر. وقبل لا يخرج من المبنى قصد كوبر المكتب ديالو، واخا كبير في السن الا انه صغير في الجسد، وهذاك اللي درب كوبر فراه فرانك اللي دربه، وسلخوه هرب ليه وخلاه هو حلالي، وغايدير شي تفاعل بمواد كيميائيه ونفاجر داكشي غير باش الامن يخليو المبنى ويخرجوا منه. غادي يخرج هو وساره وتنكر كواحد من رجال الاطفاء،
ومعرفاً في الطوموبيل كان معاه جو لداخل، وجو ما ماتش، اللي هجم عليه هو اللي مات. مع فرانك مضروب واحد القرطاسة قصد واحد السيدة شارفة، ولكن ما تحقرهاش، سميتها فيكتوريا. سولته واش هو هنا باش يقتلها، وجاوبها بلا، وتاهي كتموجدة ليه وعاقت بلي راه مفروح مراقبة من مورا الشرجم. وغادي تجمعوا كاملين وقالت لسارة بلي راه هي المهمة ديالها وخدمتها هي انها كتقتل الناس. وجبدت رصاصة من فرانك، جلس يقسم وجو تيقرا في لائحة الصحفية اللي ماتت، وعندها شي اسم اخر في اللائحة سميتو دانينغ، شي واحد كيحميه. وقالت له فيرونيكا دانينغ هو المدير ديال واحد الشركة، وغيعرفوا بلي راه هو مقاول مع وزارة الدفاع وعنده علاقات كبيرة، والاستخبارات هي اللي كتحميه. وبغاو يمشيو يزوروه واخا غيكون تحت المراقبة. فيرونيكا مهمتها هي القنص، وعرفات فين كاينين الجنود. وصل الشرف وجو داير فيها شي جنرال، هاي هاي خرج لعندو دانينغ سلم عليه ورحب بيه. والبنات برا بقاو تيهضروا على فرانك، وزادت اللي قلقتي فرانك غادي نقتلك وندفنك في الغابه. وجاوبتها ساره. دخل جو دانينغ لشي غرفه سريه، وبقاو الحراس ديالو فرانك ومارفن في الصاله. المهم دخل عنده جو باش يديروا شي صفقه على الاسلحه ويشحنوا مليل لشي دوله. دانينغ سمع الدقان في الباب، حلوا طفا فرانك، ما كانش متوقعها، وجلسوه في كرسي وقالوا ليه بلي راه هما عقلوا عليه حيت هو الرجل اللي نطفوا ليه ديك الفوضى اللي دار في غواتيمولا، وهو ما عقلش عليهم. بطبيعه الحال بحال اي واحد عنده نفوس خاصو يتعنقر واحد شويه، وبلي راه نتوما ما تقدروش حتى تمسوني. هو يجمع معاه جوب واحد التصرفيقه، وغادي يجبدوا قدامه ادوات التعذيب باش يخلعوه، وفعلا خاف. هما هنا بغاو يعرفوا شكون اللي هرب من غواتيمولا، وجاوبهم واحد الملازم جيمس ستانتون نائب رئيس ميريكان. ومارفن قال لي اذا نائب رئيس ميريكان هو اللي قتل كاع هذوك الناس في داك الفيلاج ديال غواتيمولا، وبسببه ماتت هذيك الصحفيه. الاستخبارات تحركوا وغيقصدوا الدار يدرموا عليهم، وحضر كوبر حتى هو يلاه وصل. فرانك غيهضر مع كوبر وقال لي بلي راه نائب الرئيس اللي عطيك الاوامر فراه باغي يصفي شي ناس في واحد اللائحه باش يغطي على داكشي اللي دار في غواتيمولا واللي منهم انا، وما تاقش بيه. وكوبر غادي يوعدو باش الا خرج دابا تحت في الرجال ديالو ما غيتيري فيه، غير غادي يشدوه وصافي، وتاكد بلي راه قصو يقولها للناس كاملين. باش يخرجوا حيين خاصهم يديروا خطا، وضروري شي واحد فيهم ياخذ قرار اللي غادي يكون صعيب باش يخرجوا. واللي غادي يتاخذ هذا القرار هو جو، غيديروا الهاء باش يهربوا الاخرين. وعاود عيط فرانك الكوبر وقال لي انا خارج، ما تخليتيش شي حد يضرب رصاص مع خرج تيراو فيه قتلوه، ولكن بلا امر من كوبر ما فهم والو، واللي مات هو جو. غادي تبقى تيري فيرونيكا عليهم بما يهربوا الاخرين، وغتهرب حتى هي مع ساره، ولكن ساره غادي تعكل وطاحت، وقبضوا عليها الاستخبارات بلا ما يقتلوها. وصلت فرانك الخبر، ولكن غتقنعوا فيرونيكا باش ما يمشيش تيديروا شي خطه، وجا الروسي باش يخرجهم اللي كان هو وفيرونيكا مخطوبين، وهي كان كيسحب لها بلا راه ميت. وعيط عاود تاني فرانك الكوبر، بقى تيقول لي ساره اغلى ما عنده، وعرف كوبر العلوان ملي انت تهضر معاه وتخلع. ولكن علاش؟ حيت فرانك في دار كوبر وتيشوف العائله ديالو، وطلبوا كوبر ما يدير والو ليهم، وهددوا فرانك الا وقعت شي حاجه لساره اي حاجه خاصه في حياتك غناخذها منك ونقتلك من موراها. وكوبر غادي يحلف ليه بلي راه ساره غتبقى في امان، وزادوا بلي راه دابا هو باغي يقتل نائب الرئيس. فرانك ترى عنده كراج مشارجي سلوحات والقنابل الدخانيه والتفرقيعيه، كلشي موجود. في شيكاغو مارفن غيتنكر خدام شي اوتيل، فيرونيكا تا هي وصلت في حديد على اساس ضيفه، وهنا فين كاين نائب الرئيس ما بقاش راضي بهاد الخدمه، باغي يترشح للرئيس الولايات المتحده الامريكيه. هادي غتكون حفله ديال التبرعات. ملي سال الخطاب ديالو خدموا الجروب والناس كتشطح، والروسي تا هو كيتمعشق مع فيرونيكا. ملي سالو الشطيحه غتعطي شي قرعه فيها الغاز، بقى تيرشوا في البلاصه كامله، وهي غادي تخرج من تما وغادي تسد الباب من اللور وغتنزل لتحت دوخه سيكوريتي، وبدلت الصنداله بالصباط ويلاه ارتاحت. الروسي غيبدا تيغوت بلي راه ريحه الغاز هنا، وطلق الانذار وكاع الحضور تخلعوا. سعاده نائب الرئيس خرجوه الامن بالزربه ركبوه، ولكن قبل ما يخرجوا الباركينغ غتبدا تيري عليهم فيرونيكا بواحد الرشاش مثبته مزيان. الروسي طلع في المصعد شاف الدنيا مازال مرونه، المهمه ديالو هو يفجر واحد الطوموبيل كانت فيها قنبوله اللي كانت جايه باش تخرج الرئيس، ورجع هبط عاوتاني في حاله.
غادي يقرروا الامن باش يخرجوا الرئيس من الدروج، وكوبر مع رجالو جابوا دوره لفيرونيكا ما لقاوهاش، خلات السلاح كيتيري غير بوحدو، حيت غادي تكون تحولات هي ومارفن اللي غتكون مهمته هي شونجي ليها السلاح. اعترضت طريق نائب الرئيس من جديد، غيبغيو يخرجوا تيراو فيهم البوليس اللي ما كانوش متوقعينهم غيكونوا تما، وغتجي فيها واحد الطلقه. مارفن غيدخل الكوزينة بتخاخن، وخرجو كتقولي فيرونيكا غسير كمل بوحدك، انا راح حدي هنا. ورجعت صافي سحب ليها غادي تشد وتموت، وخرج من موراها الروسي وحل ليها الباب وغيهزها بحال شي اميره صغيره. الرئيس خرج على برا مع جوج اخرين، وغيخرج ليهم مارفين ومدور عليه واحد القلبوله وقصدهم تيجري وتيغوت، وتا هما غيجبدوا عليه بواحد الجريه، وغادي تحضر هذيك الساعه طوموبيل اخرى وركبوا فيها علقوا. ولكن الامن مازال تابع الرئيس وتيقولوا لي سايق وقف طوموبيل، لان فرانك هو اللي سايق هذيك الطوموبيل، وقال لي انا اللي امرتي باش يقتلوني، وقال لي راني كنت في غواتيمولا. النائب بغى يتفاوض من اللي سمع غواتيمولا وبقى كيتغبن، وصونال كوبر عطاه فين كاين باش يجيب سارة ويديروا التبادل في 15 دقيقة بالضبط، تفوتها يموت النائب الرئيس. تلاقى هو وياه وقال لي سارة ها هي جاية في الطريق، وحضرات الطوموبيل فيها سانتيا وسارة، وحتى من دانينغ جا وتصدم فرانك. وكوبر شاف هادو كاملين وسولو ما شنو واقع هنا، ودانينغ غيتيرف نائب الرئيس، حيت دانينغ هو اصلا اللي امر بهاد الاغتيالات، وكان نائب الرئيس غير لعبة في يده صافي. فرانك غادي يرمي الفردي ديالو، ودانينغ طلب من كوبر باش يكتفو هادشي اللي غيدير، ولكن غيخلي ليه واحد الساروت في يده. ودانينغ زاد طلب من كوبر باش يقتل فرانك، لانه غيلصقوا ليه موراه تهمه هو اللي تيرا في الرئيس زعما، والا قتلو غيردو رئيس وكاله الاستخبارات. ولكن كوبر ما بغاش وضرب سانتي قتلها، وفرانك غادي يقرب لدانينغ ضربو القرجوطو، وغتجمع العصابه ديال فرانك كاملة، واللي غادي يقتل دانينغ هو مارفن. وبهكا غيكون فرانك عتق سارة، وفرانك وكوبر ما بقاش بيناتهم مشاكل، وتا هنا غيكون سال الفيلم. انا زاري، لايك وشير، تصبح على خير.